اخيرا بقى، علشان طبعا احنا وقتنا خلاص، حضرتك كنت برضو اثناء حوارنا كنت قلت ان حضرتك معاك كشف او لستة، لان دي مهمة جدا كشف عليها باسماء الاخوان الذين ما زالوا في الوزارة وبالفعل بيقوموا بعمليات، يعني نقدر نقول تعطيلية. بس سريعا في ثلاث كلمات. انا اوريدي قدمت بلاغ للنائب العام من حوالي 10 ايام بالثلاث قطاع اللي هو ثلاث شخصيات المحوريه في قطاع في السنه اللي اتخون فيها الوزاره، وهم اللي بيحركوا الحكايه دي. انا بقول ان في ازمه كهرباء، والكهرباء هتقطع من غير الاخوان، لكن تفاقم الازمه لاثاره سخط الناس الزايد، بدل ما تقطع ساعتين تقطع 4 و6 و7. الثلاثه على راسهم الاخ اكسم اللي اتكلم دلوقتي ابو العيلة، وطلعت مستندات. انا ما بقولش كلام عشوائي، انا معايا البلاغ للنائب العام. مستندات بمعنى ايه؟ يعني شكل المستند ايه؟ لا يعني بيقول ايه؟ يعني على موقعه الالكتروني بيكشر لصفحته بيتقال فيها 30 يونيو ده انقلاب، بيتقال فيها ان المتحدث الاعلامي باسم وزاره الكهرباء على صفحته الرسميه شايف ان اللي بيحصل او اللي حصل في مصر في 30 يونيو انقلاب. انا راجل محترف. لا لا ده انا بص، وان مرسي ما زال رئيسه، وان مرسي ما زال رئيسه بيقول لك بيتكلم على القتله المجرمين ضباط الجيش والشرطه اللي قتلوا اخوانه في رابعه وقال لهم بيهم وكل من عاونهم. وبعدين عشان ما يبقاش الكلام ده عشوائي يكون حد سرق الصفحه، عملت لهم مواجهه صحفيه في 27 اغسطس 2013 بعد ما نزل ده على الصفحه، واجهته اخت صحفيه ناديه الدكروري في جريده الوطن، وراحت قابلت الوزير وكلمته بالتليفون. يا دكتور اكسم الصفحه دي، قال لهم سيبوني في حالي، ما انا في الساحل الشمالي بقى اسبوعين ابعدوا عني. وراح لا بدل في الساحل الشمالي يبقى مظبوط. جميل، وقفل الموضوع. لا نفى ولا طلع بيان ولا بلغ مباحث الانترنت. لما راحوا للوزير، الوزير اكد واعتبر الوزير احمد امام اكد على ايه؟ قال انه ده راي شخصي، وان ده ما يش اصلا ده راي شخصي، ان هو شايف ان ما يحدث في مصر انقلاب، وان ان بص حضرتك، وقالوا له كمان على واحد الجيش والشرطه عسكر. ايوه وان ده انقلاب، وان ده انقلاب، وان الجيش والشرطه قتله. وكويس، فما نفاش. انا تصوري الشخصي ان هو كان مستني، احنا في اغسطس لسه كان 3 يوليو يعني، فالاخوان كانوا لسه بيفلفصوا، كان في احتمال يرجعوا. كان مستني يرجع مرسي. رجع مرسي بعد 7 اشهر ما رجعوش، لما اتفتح الموضوع تاني ما حصلش وانا ما قلتش. طب ما نشرتش اياميها ليه؟ مباحث الانترنت عملت تشيك على الصفحه صفحته، والموقع موقعه. ايه راي حضرتك؟ لا ده محتاج اعتقد، لا لا ده الجزء التاني بقى، ده نمره واحد. في نفس الواقع دي تم مواجهه الوزير بالشخص التاني على الاخطر. اكسب في الاعلام بيقدر يروج رسائل متعارضه مع الوزير. يعني الوزير يقول لا، هو يقول يقول 6 7 حاجات بالشكل ده. الشخص الثاني اسمه المهندس محمد حبيب، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون المحطات. نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون المحطات، وتعين في 2011، يعني في بداية دخلة الإخوان وسيطرتهم على المجالس التشريعية ابتدوا يزقوا. تواجد في 4 العدوية 47 يوم لحد انفضاضه، وخرج برصاصتين في رجله وراح عالجه مستشفى الكهرباء وكتبوا عليها، وما زال في منصبه. ده اللي مسيطر على محطات مصر. ده واجهوه، عارفه الوزير قال ايه؟ احمد امام، مش عشان بقول لحضرتك الكلام اتقال في ساعتها، قال ده كان رايح يدور على جوز بنته في رابعه 47 يوم على طريقه الفيلم العربي. الثالث اخطرهم المهندس رضوان عبد الله، سمعتي اسمه ايام الاخوان؟ المهندس الوزير رضوان عبد الله، الوزير الفعلي للوزاره من الباطن، هو اللي جاب احمد امام وهو رئيس لجنه الطاقه في حزب الحريه والعداله المنحل، ومستشار مرسي للطاقه اللي حط برنامج بتاعه في برنامج الفنكوش اللي كانوا عاملينه. ده طبعا في ايام الاخوان بقي مسيطر على شركه بيجاز كل استشاريه. كويس؟ الثلاثه دول المحركين. لو ما تلاته كده كفايه. لا للخلايا النايمه. خلاص احنا مش عايزين خلايا نايمه، خلاص هو كان الموضوع مش محتاج. واحد في المحطات، واحد في الاستشاري. وبعدين الكلام ده انا مش بقوله تهويش. ادي البلاغ اهو برقم 6995-29-3-2014 للنائب العام بمستنداته، راح الامن الدولي. طيب يبقى احنا بنتكلم النهارده النائب العام، وبنكلم رئيس الوزراء السيد المهندس طبعا ابراهيم محلب، وبنكلم وزير الكهرباء. وانا فاهم قانون يعني، الكلام ده لو غلط اظن لما يبقى المتحدث الرسمي باسم الوزاره شايف ان 30 يونيو انقلاب، وشايف ان الشرطه والجيش عسكر، و يعني مش عارفه اقول ايه.
مش محتاجه كلام، لكن احنا محتاجين ان احنا حد لا صفحات موجوده واحنا هنحاول نعرضها بجد، صفحات اصليه، موقع اصلي وعدت 17 لم ينكرها. عشان كده احنا بنقول ان ده بلاغ، يا ريت بقى ان احنا نشوف اي رد فعل من هذه الشخصيات الجليله اللي احنا ذكرناها. عشان كده هو كلامه متناقض مع الوزير، السيد المهندس المحترم رئيس مجلس الوزراء او السيد وزير الكهرباء، او طبعا نشوف البلاغ ده هيحصل فيه ايه في مكتب النائب العام. لكن بجد عيب قوي، يبقى لغايه دلوقتي في ناس شايفين ان ثوره 30 يونيو انقلاب وكل الكلام اللي احنا قلناه ده مش عيده تاني، وفي هذه المناصب محتاجين ايه